عليكم ورحمة الله وبركاته. نرحب بكم ونشد على أيديكم في مسعاكم النبيل، ونشكر تلبيتكم الدعوة لنتشارك الرؤى ونتجه معا نحو أفضل تنسيق في تحمل المسؤولية الكبيرة التي تقع على عاتقنا جميعا، مسؤولية تتحملها الدولة بكل أجهزتها وأدرعها، كما تتحملها مجتمعاتنا بجميع عناوينها الاعتبارية العاملة على رفع وتقديم القيم والمدافعة عن الثقافة وهدي ديننا الحنيف والتقاليد السامية الموروثة التي نفتخر باستمرارها وانتقالها من جيل إلى آخر. إن رؤيتنا للمخدرات والمؤثرات العقلية لا تقتصر على الضرر الذي تستهدف به شبابنا، رغم أن تهديد قطاع الشباب يعني أن مستقبلنا بمجمله يقع في دائرة الأخطار. إننا نرى في المخدرات عاملا أساسيا من عوامل عدم الاستقرار في المنطقة، خاصة مع ما يرافقها من غزو ثقافي سلبي ممنهج ذي أهداف مشبوهة وإمكانية خلق مناطق معزولة تسيطر عليها عصابات السم تخرج عن سيطرة القانون أينما تمكنت من ذلك. وأول شاهد هو ترابط الشر بين الإرهاب وعصاباته وزمر تجارة المخدرات والتخادم الذي يجمعهما من أجل زعزعة أمننا وهز الأسس المستقرة التي تقوم عليها مجتمعاتنا، وتفتيت الأسرة واستخدام هذه السموم في تجنيد الإرهابيين والانتحاريين والقتلة، وهذه كلها عوامل مترابطة تنتهي إلى منطقة غير آمنة وتنمية مفقودة وأوطان ضعيفة، وهذا ما عزمنا على تغييره وعدم القبول به. ولو اتبعنا نظرة شاملة واستراتيجية لتقييم الخطر فإننا سنجد أن فعل الشر الذي تؤديه المخدرات لا يختلف في نتائجه عن الحروب والتهجير ومحاولة قلع الشعوب من أسسها التاريخية، بالضبط كما يهدف العدوان الجاري على غزة الصامدة وأهلنا في فلسطين، وهو ذات الهدف الذي يسعى إلى نشر الصراع وتوسعة ساحات العنف من أجل إنتاج المزيد من التطرف والمزيد من اللاجئين، وليتمدد الإرهاب مرة ثانية ويتنفس بعد أن قبرناه عبر التضحيات الجسام. المخدرات لم تعد مجرد عقاقير كيميائية تلعب بعقول بعض الأفراد والمتعاطين، بل هي وسيلة لتدمير المجتمعات من الداخل، ووسيلة استعملها الإرهاب لغسل عقول الملتحقين به أو للتغرير بها. إنها السم الأقرب والأسهل لتخريب الفطرة الإنسانية السليمة وانحلال الأسرة والعلاقات الإنسانية، وهي التجارة الوحشية التي تسلب أعز ما وهبه الباري جل وعلا للإنسان بأن كرمه بالعقل ومنحه الاختيار والتمييز، لتأتي هذه السموم ومن خلفها مجرمون بشعون من نوع خاص وعصابات منظمة لتهدر نعمة العقل وتحرض على الجريمة بأبشع صورها. لقد أولينا في الحكومة هذا الملف رعاية خاصة واهتماما مركزا منذ اليوم الأول لعملنا لحماية المجتمع العراقي من تهديد يستهدف الأساس الأخلاقي والقيمي الموروث، كما يستهدف الإيقاع بأهم ما في رصيدنا من خطط بشرية للمستقبل، وأعني بها الشباب. ولذلك شرعنا في جملة إجراءات وقرارات استهدفت تفتيت قدرة الجماعات الإجرامية العاملة على هذه السموم، وفي الوقت نفسه
نرفع من مستوى حصانة المجتمع والوقاية ضدها ضمن استراتيجية وطنية شاملة لمكافحة المخدرات. ودعمنا وزارة الداخلية بكل زوايا وتفاصيل المواجهة مع سلاسل الجريمة التي تدير هذا المجال التخريبي. السيدات السادة الحضور الكرام، يمكننا عبر توحيد الجهود والتعزيز التنسيق المشترك أن نحقق الهدف المنشود بأن تكون مجتمعاتنا خالية من هذا المرض الاجتماعي المصطنع الذي تسوقه الجريمة. إذ تستهدف صنع الفوضى والانحلال كي تنفذ أهدافها الدنيا، وهي سلطت بالإرهاب الممول من تجارة المخدرات وبالجهات المعادية التي لا تتورع عن دعم الجريمة لتحقيق أهداف سياسية فائدة. ومن هذا المؤتمر الكريم أقول إن العراقيين الذين حاربت الإرهاب وكسر شوكته على مدى عقدين كاملين جاهزون لوضع خبراتهم وتوظيفها في المجال الاستخباري والتنسيق الأمني المشترك بأوسع ما يكون لملاحقة عصابات المخدرات وتفكيكها خدمة للأمن الإقليمي والدولي. كما أن العراق منفتح على كل تعاون أو جهد مع الأشقاء والأصدقاء يستهدف القضاء على بؤر سموم المخدرات ومحطات تصنيعها ويقطع سلاسلها ويقدم مرتكبيها إلى العدالة، لأنها جريمة عابرة للحدود ولا ينجو من تأثيرها أحد. نسأل الله جل وعلا التوفيق والسداد ولمؤتمركم هذا النجاح في مقاصده السامية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إذن مشاهدينا استمعنا